أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فاثبتوا واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترى وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. إني أخاف
والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك. يعني تطورنا في التلاوة جدا ما شاء الله ما شاء الله.